الدستور في نهاية المطاف شنو هو؟ هو تعاقد سياسي لتحقيق واحد العدد ديال الأهداف خصنا نكونوا متفقين عليها. بالنسبة للمغرب هو تعاقد سياسي لإرساء دولة الحق والقانون وحقوق الإنسان، هو تعاقد سياسي لإقامة الديمقراطية بمعنى إرساء مؤسسات ذات مصداقية فاعلة ناجعة ومسؤولة تحقق السيادة الترابية والوطنية والتنمية والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم للمواطن. هو تعاقد سياسي كذلك من أجل تحقيق العدالة والحكام الجيد. والدستور صحيح هذه هي المبادئ المؤطرة، لكن هو في نهاية المطاف أشنو؟ هو عدد من القواعد وقوانين سواء كانت تنظيمية أو عادية، وقرارات تتخذ، قرارات تتخذ. وهو كذلك الدستور وممارسة وسلوك في المجتمع. لذلك أنا أعيد وأكرر بأن تنزيل الدستور بغض النظر واش ديمقراطيا أم غير ديمقراطي، وخاصة بشكل ديمقراطي، هي مسؤولية الجميع. أعيد وأكرر أن التنزيل ديمقراطي للدستور هو مسؤولية الملك، لأنه له صلاحيات، له اختصاصات في الدستور، وله مهام تحكيمية. هو كذلك مسؤولية الحكومة، لأن الدستور أعطاها صلاحيات كثيرة ومتعددة، وهي مسؤولة اليوم عن الإدارة المغربية اللي هي النتاج ديال هذه الممارسة. تنزيل الديمقراطية للدستور هو مسؤولية كذلك البرلمان، مسؤولية ديال البرلمان، لأن البرلمان أولا الدستور وسع من اختصاصاته ووسع من صلاحياته،